النسيج في جسمنا بيعمل إفرازات. النسيج هو مجموعة من الخلايا لها وظيفة معينة، وفي أغلب الأحيان أو في كل الأنسجة تقريبا بيعملوا إفرازات للخارج بنشوفها. يعني مثلا خلايا الجلد بتعمل إفرازات اللي هي العرق والإفرازات الدهنية، خلايا مثلا الغشاء المبطن للأنف بتفرز المخاط، خلايا الفم الخدود واللسان فيهم غدد لعابية تفرز لعاب وهكذا. الإفرازات دي لها شكل طبيعي ولها شكل مش طبيعي. الحلقة دي عن إفرازات المهبل وإزاي نعرف إنها طبيعية ولا لا. مهم قوي تراقبي إفرازاتك لأنها بتفهمك عن حالتك الصحية أخبارها إيه. عايز أعرفك إيه الطبيعي وإيه اللي مش طبيعي. هنا السكتش هنا بيوضح إزاي المهبل يعني جزء عضو طويل كده وعلى جداره خلايا من جوه، وفيها بقى الخلايا اللي بتعمل الإفرازات دي اللي انت بتستقبليها في الملابس الداخلية بتشوفيها. احنا عايزين نراقب ايه في إفرازات المهبل؟ عايزين نراقب 4 حاجات. عايزين نراقب الكمية، اللون، القوام، والرائحة. عندي توضيح هنا على الوسائل التوضيحية دي ازاي نعرف ايه اخبار الافرازات بتاعت المهبل. تعالوا الاول نشوف الطبيعي منها. الطبيعي على اللوحات البيضة هنا لو انت شايفة هتلاقي انه المهبل افرازاته الطبيعية شفافة، ساعات تبقى سائلة شوية كده وساعات تبقى لها قوام شوية، لكنها لونها مقارب للأبيض وشفافة أحيانا وأحيانا كده قاتمة لكنها لونها أبيض. ساعات تتحول لونها لأبيض مش شفاف ويمكن بيش شوية ولو قوام سميك شوية. حوالين الدورة، حوالين قبل وبعد نزول الحيض، هتلاقي انه الافرازات بقت لونها شوية بني كده، ده دم قديم جاي من فوق، جاي من الرحم. اوكي، بعض السيدات بيعملوا طريقة لمعرفة انهم بيعملوا تبويض ولا لا عن طريق الكشف عن لزوجة الافرازات دي. لو هي سائلة شوية يعني مش سميكة قوي يبقى ده وقت التبويض، بس مش بسهولة بنعرف الموضوع ده. دي التلاتة المناظر اللي ممكن اشوفها مع افرازات طبيعية. الكمية بتاعته بتزيد احيانا مع لو انت مثلا مع حد بتحبيه او بتفكري في حبيبك، احيانا بتزداد الاثارة فبتلاحظي انه الكمية زادت. لكن لو بتزيد بكميات رهيبة لدرجة طول الوقت عندك بلل في الملابس الداخلية يبقى في مشكلة. احيانا بتقل قوي لدرجة بتحسي بجفاف وصعوبة في العلاقة الحميمة، دي برضو مشكلة. ايه وظائف الافرازات اللي بتخرج من المهبل؟ الافرازات دي لها وظيفتين اساسيتين. الاولى انها الـ pH او الحمضية بتاعتها بتقتل البكتيريا والحاجات المضرة اللي ممكن تدخل جسمنا. الوظيفة التانية انها بتسهل العملية الجنسية، يعني كأنها جل مرطب وبيسهل دخول القذيف في المهبل. علشان كده مهم ان احنا نراقب شكل وقوام وريحة وكمية الافرازات دي لانها بتدل على اخبار صحتك ايه. ولو فيها حاجة مش طبيعية اقترح بشدة ان انتي تروحي فورا للدكتور. حتى لو انتي انسة، الكشف عن طبيب النساء ممكن تعمليه وانتي عذراء لانه ما فيش اي حاجة بتتعمل ضد رغبتك او ممكن تأثر على عذريتك. تعالوا هنا نشوف ايه اللي ممكن يبقى غلط، الاشكال اللي ممكن تبقى غلط في الافرازات المهبلية. في الشكل هنا شوفوا معايا، ممكن الكمية تبقى كتير قوي وسائل قوي، كأنك طول الوقت الملابس الداخلية
مبللة، ممكن يتحول لونه لأصفر أو أبيض شبه الجبنة كده، كأنه في جبنة، وغالبا ريحته كمان بتبقى كأنه جبنة كده، كأنه في فطر. وممكن يتحول للون شفاف لكن محمر كده، بامبي كده. ده معنى كده انه ده دم طازج جاي من مكان ما قريب، يعني المهبل، عنق الرحم. ده غريب شوية. احتمال تلاقي برضو ألوان غريبة تانية زي الأخضر والأزرق. الأخضر والأزرق علامات سيئة، معنى كده انه في بكتيريا موجودة في الإفرازات دي. الكمية بتتأثر بالإثارة الجنسية، حبوب منع الحمل، لو بتاخدي أدوية معينة. اقري دايما البامفلت اللي معاها، شوفي مكتوب ايه إذا كانت بتأثر على الإفرازات. الضغط العصبي الشديد ممكن يزود الإفرازات، فأنت مهم قوي إنك حياتك تبقى فيها شوية يعني استرخاء ورياضة علشان تحسن برضو الوظائف بتاعت الأعضاء التناسلية. لو عندك عدوى أو التهاب، مش لازم تكون عدوى جنسية، ممكن تحصل لوحدها لأنك مش بتاكلي كويس مثلا، أو عندك مشاكل في السكر في الدم. للأسف أحد أعراض السرطان الإفرازات الغريبة دي، وبتتغير كمان مع التبويض، فما تتخضيش أول ما تلاقي إنه في مثلا إفرازات كتير فجأة حصلت. ممكن يكون تبويض وإنتي مش متعودة يعني إنه يبقى شكله كده. طيب ايه اعدائك بقى؟ ايه الحاجات اللي مش كويسه للافرازات المهبليه؟ الملابس الصناعيه سيئه جدا، بتاثر على يعني ممكن تسبب التهابات في المهبل. التامبون اقترح ما تستعمليش تامبونز ابدا، لانها ممكن تسبب لك التهابات، تاثر برضو على الافرازات. انك تدخلي دوش جوه المهبل، تغسلي بيه المهبل، ممنوع. وان طبعا الجنس غير الامن، يعني لازم استعمال كوندوم لو العلاقات مش شرعيه. اكل السكر كتير والعيش الكتير والنشويات والحلويات والحاجات دي بتاثر على الحمضيه بتاعت المهبل، وهتلاقي الافرازات اختلفت. بعض الادويه دايما اقري النشره. الضغط العصبي وسوء التغذيه برضو بيأثروا. تابعي الإفرازات المهبلية، مهم تتابعي صحتك منها واعرفي ايه منها الكويس وايه منها اللي مش كويس علشان تبقي واعية بصحتك دايما. أتمنى لك كل الصحة. تحياتي.